ينضم إلينا من الرياض عبر الهاتف الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية. أهلا بك دكتور محمد، نحييكم على الجهود الجبارة. قبل قليل ذكرنا تغريدة لوزير الصحة السعودي يتحدث فيها عن تبعات خروج ولي العهد وأخذ اللقاح وكيف أثر على إقبال الناس. هل هي حملة مبرمجة جاهزة لدفع الناس للشعور بالأمان فيما يتعلق بهذا اللقاح؟ تفضل دكتور. يعطيكم العافية، شكرا لكم، حياكم الله والجميع. طبعا بلا شك بأن الخبر لتلقي سمو ولي العهد للقاح في الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 كان هو انعكاس للثقة بالقيادة الحكيمة. هذا الإقبال الكبير الذي حدث بعدها في التسجيل أو القدوم لأخذ اللقاحات بلا شك يعكس هذه الثقة وثقة المجتمع بالقيادة الحكيمة. والمبادرة التي قام بها سموه لا شك بأنها تدل على حرصه الشديد لتطمين المجتمع وإقبالهم وحثهم على تلقي اللقاحات، والاستجابة تؤكد ذلك. أيضا هي تعكس في ما نراه ثقة سموه بالقطاع الصحي والدوائي وما بذلته من جهود، تؤكد بأن هذا القطاع قوي جدا ويقوم بمعايير قوية لضمان جودة وفعالية ومأمونية اللقاحات التي يتم اختيارها بحمد الله. يحملكم مسؤولية كبيرة الآن دكتور محمد في ظل الإقبال الكبير، تضاعف كما تم الحديث عنه، وبالتالي فتح مراكز جديدة بسرعة أكثر، ربما شحن لقاحات بأعداد أكبر أم ماذا؟ بلا شك أن هذا الأمر مخطط له بأن يتم وصول كميات كبيرة للمملكة العربية السعودية تشمل كافة المستهدفين في المملكة بإذن الله. الخطة تسير حسب ما وضع لها، وبإذن الله الافتتاحات في كافة المناطق في المملكة ستكون وفق هذه الخطة وتستهدف مراحلها تدريجيا إن شاء الله حسب الأولويات لتشمل كافة أفراد المجتمع. وحقيقة بلا شك أن الاستجابة الكبيرة من المجتمع اليوم دلالة لا تدع مجالا أبدا للشك في قوة تأثير شخصية سمو ولي العهد كقائد ملهم ومحب لهذا الشعب ولكل من هم على أراضي المملكة. وبلا شك أن حرصه ومتابعته المستمرة ستجعل على الجميع بإذن الله مسؤولية مواكبة ذلك وتحقيقه على أرض الواقع. فهذه المسألة مهمة جدا وتأتي نابعة من حرص سموه على الصحة العامة ووعي المجتمع. دكتور، كيف تتابعون وتتعاملون مع ما أثير حول السلالة الجديدة الآن من فيروس كورونا، وهل سجلت في المملكة أي حالة للسلالة الجديدة؟ طبعا لدينا في المملكة العربية السعودية لجان علمية متخصصة في الأمراض المعدية، ولدينا أيضا مركز وقاية وهو مركز وطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومجموعة من الخبراء والهيئات المختصة على متابعة دائمة لكل ما يرصد في العالم. ولدينا أيضا القدرات بحمد الله على إجراء الفحوص المتقدم ومنها التسلسل الجيني. الإجراءات التي وضعتها المملكة العربية السعودية حتى الآن فاعلة، والرصد مستمر لكافة أنواع الإصابات في المملكة، ولم ترصد السلالة ولم يؤكد الإصابة فيها بالمملكة حتى الآن ولله الحمد. عندنا تحديث لأرقام من تلقى اللقاح حتى الآن ومن سجل دكتور؟ طبعا اليوم الإقبال كما ذكر معالي الوزير ارتفع بشكل ملحوظ بعد الخبر الذي كان بالأمس، يعني حتى الآن ولا يزال استقبال الأشخاص المقبلين على أخذ اللقاح مستمرا في الرياض وجدة، حوالي الآن 3700، وهذا المعدل طبعا أكثر بثلاث أضعاف من معدلات الأيام الماضية ولله الحمد. كان معنا عبر الهاتف الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، شكرا جزيلا لك.